أهلا، واضح معاكم هدى مجد. بصحى في نص الليل عشان أبوس كلابي زي المجانين. مفيش أغرب، بس أنا عندي الاسم ده لعبة أكرهه جدا، اللي هو دودو. أنا قولولي أي حاجة في الدنيا، هدهد، دودز، أي حاجة، إنما دودو دي بالنسبة لي دي الكارثة. أول ما حد بيقول لي دودو في حاجة جوه عقلي كده بتطفي. عفويتي وتلقائيتي ومش عايزة تتغير. أظن فاطمة الفهرية اللي هي ساهمت في حاجات كتير في الثقافة المرأة المغربية. حاجات كتير قوي كنت بحب ألعب بالحاجات اللي هي المطبخ والباربي والحاجات دي. لعبت كورة زي الأولاد في الشارع، البايسيكل، لعبت اللي هي حاجات كنا مربعة كده ونلعب بيها، السلك. مش عارفة انتوا عندكم في مصر ولا لأ، سلك الأستك. بخاف من الفيوتشر، بخاف من بكرة، وبخاف من، دايما عندي أفكار مش حقيقية عن الحرامية وإنه ممكن حد يتعرض لي، وتبقى كلها أفكار مش موجودة في الحقيقة. إن أنا أحس إن أنا بأمتحن، إن أنا under judgment، إنه في حد بيحكم عليا في حاجة، سواء شغل سواء ده، دي حاجة بتوترني عشان بحس ان انا مش هبقى على طبيعتي. ان انا اطلع مش قد كلمتي، ان انا موفيش بوعدي، ان انا اطلع مش كويسة في نظر نفسي اي شكل من الاشكال. تبدو الإجابة مثالية أكتر من اللزوم، بس هي دي الحقيقة، ده اللي أنا عايزة أعمله. عايزة يبقى فيه charity، شغل، حاجة خير لكل الناس أو المخلوقات العاجزة، أطفال صغيرين، ناس كبيرة متخلى عنهم، كلاب، قطط، معيز، أي حد غير قادر إن هو يساعد نفسه. لو أنا خالدة نفسي أعمل كده. شكرا واضح، كان يوم جميل. شكرا واضح.